في ظل حالة التأهب والاستنفار التي تحشد لها إسرائيل للرد على الضربة الصاروخية الإيرانية، استيقظت حكومة نتنياهو على ضربة من الداخل. تمثلت في إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع، بما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 13 آخرين. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية في بئر السبع عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية من سكان النقب. وتعد العملية حلقة جديدة في سلسلة عمليات بيسموها الذئاب المنفردة تقوم بها أو يقوم بها بعض الأفراد. ده طبعا بعد عملية الأول من أكتوبر اللي أدت لمقتل عدد من المستوطنين في إطلاق نار لشابين فلسطينيين من تل أبيب. السيد يوحنان صريف كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية، أهلا بحضرتك معنا. ونبدأ مباشرة، هل هناك مخاوف في إسرائيل من أن يكون نمط الذئب المنفرد أو الذئاب المنفردة يهدد الأمن المجتمعي داخل إسرائيل؟ أولا المخاوف دائما موجودة. إسرائيل الآن في حالة حرب، وكثير من التهديد قد يطبق على أرض الواقع. يعني في محاولات كثيرة من عدة جهات، كمان من الضفة الغربية، وفي عناصر داخل إسرائيل الذي كمان لديهم نوع من التضامن مع إخوانهم الفلسطينيين اللي موجودين في منطقة غزة أو في منطقة السلطة الفلسطينية. ولذلك الأمور قد تكون تصل إلى الواقع، يعني حصلت في الماضي وكمان تحصل الآن. هذا لا يعبر على ظاهرة جديدة أو في هناك تجمعات من شباب مواطنين إسرائيليين الذين يريدون أن يدخلوا لمعارك من هذا النوع. أنا باعتقادي هو إشي فردي، وعلينا ننظر لهذا الموضوع كموضوع فردي ونرى إلى المستقبل كيف الأمور تتطور. أنا لدينا تجربة طويلة مع هذه الأشياء. طيب سيد صريف، هناك ضربة متوقعة من إسرائيل ضد إيران، والحديث كثر عن هذه المسألة بما فيها تواجد قيادات أمريكية في إسرائيل الآن للتنسيق. وواضح أننا أمام أحد احتمالين، إما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون شريكة في ضربة ضد إيران، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكبح جماح نتنياهو وفريق عمله الذين قد يريدون توجيه ضربة عميقة شديدة التأثير وزي ما بتقال موجعة ومؤلمة لإيران. أي الاحتمالين أقرب لتصورك يا فندم؟ أنا باعتقادي في احتمال ثالث كمان. قد تكون هناك، قد يكون هناك ضربة بالتنسيق تم مع الطرف الأمريكي وممكن دول عربية أخرى التي هي موجودة في المنطقة وتنظر لإيران كمصدر تهديد كمان إلها، وهي كمان ستكون من وراء هذه الضربة التي قد تحصل. ولكن أنا باعتقادي حسب ما أنا فاهم التقديرات الإسرائيلية أو السياسة الإسرائيلية، هي تريد أن تصل إلى ائتلاف دولي وإقليمي في هذا الموضوع، لأن الغد الآن يختلف تماما على كل الردود التي كانت في الماضي خلال كل 12 شهور الماضية. حزب الله الآن فقد كثير من قدرته، حماس تقريبا مفككة، إيران موجودة الآن لوحدها تقريبا لوحدها أمام إسرائيل، وإذا يوجد هناك ائتلاف سيكون أسهل هذا الوضع. وقد تكون إيران مضطرة أن ترد بصورة أعنف من اللي كانت تفكر في الماضي، ولذلك لازم كل التداعيات تأخذ بعين الاعتبار قبل ما نصل إلى هذه المرحلة، بما في ذلك تنسيق مع دول المنطقة الذي هم جزء لا يتجزأ من هذا الائتلاف، كانوا جزء من الائتلاف الذي سقط الصواريخ الذي
أطلقت اتجاه إسرائيل في أبريل الماضي وكمان في يوم الثلاثاء الماضي. وأنا باعتقادي هذا شيء مهم جدا. أنا متأكد أنه في إسرائيل يفكر عن هذا الموضوع ويبذل جهود لكي يشكل هذا الائتلاف. وكمان التنسيق مع أمريكا خطوة مهمة جدا، وإسرائيل تبذل جهود كثيرة في هذا الاتجاه لكي تصل لأكثر ما ممكن من التنسيق في هذا الموضوع. طيب سيد شريف، احنا الآن أمام يعني أربع أنواع من الأهداف، ربما يكون في تفاصيل كثيرة لكن أربع أنواع كبيرة: أهداف ترتبط بالمشروع النووي الإيراني، أهداف مرتبطة بمنشآت النفط الإيرانية، أهداف عسكرية، وربما أهداف سياسية زي يعني أماكن تواجد قيادات كبيرة في الدولة الإيرانية. تعتقد أن إسرائيل ستتجه نحو أي من هذه الأهداف؟ أنا باعتقادي هذا الجزء من النقاش الذي موجود مع الولايات المتحدة. حسب ما أنا فاهم، لا يمكن بالنسبة لإسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية بدون تنسيق أو حتى تعاون مع الطرف الأمريكي. حسب ما أنا فاهم، الولايات المتحدة لا تريد أن تصل إلى هذه ضربة في هذه الفترة. هي تفضل أن يؤجل هذا الموضوع فترة أخرى. لذلك أنا مش متأكد بالنسبة لهذا الموضوع. منشآت أخرى زي النفط أو إشي آخر كمان هي لازم تكون قيد البحث. ما هي نتائجها، ما هي تداعياتها إلى آخره، وكل الأشياء الأخرى. الآن أنا باعتقادي الموضوع زي ما قلنا قبل يختلف بمقارنة لكل المواجهات التي حصلت في الشهور الماضية. لأن كل مراسلي حماس أو مندوبيها في هذا المحور فقدوا من قدراتهم، غير قادرين أن يوفوا لإيران إيش كانت تفكر في البداية، ليس حزب الله وليس حماس. ولذلك إحنا أمام نظام الذي قد يبدأ يتصرف كأنه يحافظ على حياته أو يريد يحافظ على وجوده. نعم. وهذا طب سيد شريف، هل أفهم من كلام حضرتك أنه حتى بنك الأهداف الإسرائيلي، بنك الأهداف الذي هو عند إسرائيل بشأن إيران، لابد أن تتفق في إسرائيل مع الولايات المتحدة قبل الإقدام على أي عملية عسكرية في إيران؟ أنا باعتقادي الوضع هو الذي يفرض هذا التنسيق الآن مع الطرف الأمريكي. لأن زي ما قلنا الخارطة، خارطة المحور هي ليس نفس الخارطة التي كانت قبل. لا توجد هناك كثير من اللاعبين في هذا المحور مش موجودين. ولذلك يعني إيران كأنه إيران اتعرت يعني بلا أظافر. صحيح. ولذلك كل خطوة لازم تأخذ بعين الاعتبار لوين رايحين. إذا كنا موجودين في نفس الوضع الذي كنا خلينا نسمي في أبريل الماضي أو شهرين بعد أبريل، ممكن كنا موجودين في مكان آخر. الآن تغيرت الساحة، هي ليس زي ما كانت. صحيح انه في هناك مواجهات في لبنان، في هناك مواجهات في الحدود الشمالية لإسرائيل، القصف مستمر، وفي غزة كمان الامور ما زالت قائمة. لكن الحجم يعني ضعف بصورة بارزة، يعني ليس نفس الحرب التي كانت في الشهور الماضية. وأنا متأكد أن إيران مدركة تماماً بالنسبة للوضع الذي موجود في لبنان وكمان في غزة. وهذا يعني بالنسبة لها كثير من النتائج، وهي تريد أن تنظر للموضوع بصورة أخرى. ممكن ستتصرف كالدولة التي تحافظ على وجودها، وهذا قد يكون له تداعيات أخرى من اللي كانت
باعتقادي في وضع آخر. طيب سيد شريف، هيئة البث الإسرائيلية قالت كلاما من قبيل إن الولايات المتحدة الأمريكية بتغري إسرائيل بحزمة مساعدات كي تتجنب استخدام قوتها المسلحة ضد أهداف بعينها. بترد ده برضو هيئة البث الإسرائيلية، بتقول إن إسرائيل في المقابل قالت واشنطن يعني حلفتنا وعلى رأسنا من فوق، لكن إسرائيل ستفعل ما يتطلبه أمنها. إيه قراءة حضرتك لمعنى هذا الكلام؟ صوب أنا باعتقادي هذا كلام متوقع من الطرف الإسرائيلي. يعني هذا لا يعني إنه التنسيق مش موجود، لا يعني إنه تبادل الآراء والأفكار مش موجودة، ولا يعني شيء من اللي قلناه قبل. إسرائيل لازم تقول هذا الكلام، لأن هي حقيقة العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة هي علاقات مميزة. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل خصوصا أمنيا، وتطلب من إسرائيل أشياء كثيرة في الساحة السياسية، ولكن استقلالية القرار موجودة في إسرائيل، هذا شيء معروف. ولكن التنسيق وأهمية الولايات المتحدة كدولة عظمى لإسرائيل لا يمكن أن نتجاهل إيش اللي هي تطرح تقول إلى آخره. طيب ألا تخشى إسرائيل من رد إيراني عنيف؟ لأن إيران بتهدد، أهو الجيش الإيراني بيقول أي رد من الكيان الصهيوني اللي هو أنتم يعني سيواجه برد أقوى. طبعا إسرائيل دائما تخشى. الخوف الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الإسرائيلي. دائما في تهديد على إسرائيل، لكن هي تخشى من كل شيء وتأخذ بعين الاعتبار إيش اللي قد يحصل. والتهديد الإيراني هو تهديد يعني جدي، يعني ولا واحد قادر يتجاهل هذا الكلام. لذلك كلمة تخشى أو لا تخشى هي شيء مفهوم يعني بسيط. دائما موجود هذا الخوف، هذا موجود في إسرائيل دائما، ولذلك لا نخشى ولا نخشى في نفس الوقت. طيب سيد يحنون يحنان الصريف، في بنقدر نقول الحرب دي قدمت إسرائيل لمحيطها الإقليمي وربما للعالم بشكل مختلف. يعني إسرائيل عادة كان يقال إنها بتفضل الحروب قصيرة المدى، حروب خاطفة، تنقل الحرب بسرعة لإقليم الطرف المعادي، إنما إسرائيل داخلة في حرب بقالها سنة وبتوسع نطاق هذا الحرب وبتنتقل من مصر عمليات لمصر عمليات، وبيبدو إنه إسرائيل مش نفس إسرائيل ذات العقيدة التقليدية التي اعتاد عليها العرب. إيه الجديد يا فندم؟ شوف، الجديد هو الأخطأ الكبير الذي ارتكبه يحيى السنوار. صحيح إنه حماس وغطت إسرائيل في هذه الحرب، أخذت عدد كبير من المخطوفين، ولا هذه المشكلة هي العقدة الرئيسية بالنسبة للطرف الإسرائيلي. هي في نفس الوقت تريد أن تفكك حماس عسكريا وتريد الإفراج على المخطوفين، في تناقض بين 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 الهدفين هذول. كيف هي قادرة أن تحصل على الهدفين بدون ما يجي هذا على حساب الآخر؟ ولذلك الوضع مستمر، يعني إسرائيل غير قادرة أن تصل إلى كل المخطوفين، لأن جزء كبير منهم هو يحمي قيادة حماس بما في ذلك السنوار، وهي تخشى من إمكانية قتلهم بعد ما تصل إلى سنوار. ولذلك الأمور البحث عنهم يكون بصورة دقيقة جدا. ولذلك إحنا وصلنا لهذا الوضع، فككت قدرة حماس العسكرية يعني تقريبا في كل قطاع غزة، ما زالت هناك خلايا شغالة على سبيل المثال في شمال قطاع غزة في هذا اليوم وفي أماكن أخرى، ولكن الهدف الثاني لغاية الآن لم يحصل. المحاولة للوصول لاتفاق مع
مع حماس لغاية الآن لم ينجح. ممكن نتنياهو مسؤول عن هذا الفشل، ممكن سينوار مسؤول، ولكن احنا لم نصل لغاية الآن لهذا الحل. ولذلك الأمور في الشمال في جبهة لبنانية كمان هي مستمرة، لأن نصر الله هو الذي عمل الارتباط بينهم. المحاولات لفك هذا الارتباط لم تنجح لغاية الآن، ولذلك الأمور مستمرة. لا ولا واحد من المسؤولين في الطرفين كان يفكر على حرب طويلة الأمد زي ما هي اليوم. احنا الآن 12 شهر بعد بداية هذه الحرب، وهي ما زالت مستمرة. نأملين انه في الفترة القريبة سنصل الى هذه النهاية. ممكن يحصل تدخل أجنبي أو دولي للموضوع، لأن احنا سمعين أصوات كثيرة في لبنان التي تطلب الوصول لوقف إطلاق نار. في ناس بيقولوا إنه حزب الله توجه إلى مسؤولين لبنانيين وطلب منهم وقف إطلاق نار. إذا نصل لهذه النقطة، هذا قد يؤثر كمان على الجنوب. ممكن تحصل كمان صفقة لإفراج على المخطوفين، وقد نصل إلى النهاية، ولكن هذا إشي افتراضي لغاية نعم. الآن. طيب سيد سوريف، سموتريتش بيقول أنه لا بد من قطع أزرع إيران، ولا بد من تغيير نظام الإقليمي في الشرق الأوسط حتى تعيش إسرائيل بلا تهديدات. هل ممكن يصل الأمر أن إسرائيل تحاول بالفعل أنها تحدث تغيير داخل إيران؟ شوف، سموتريتش هو جزء من الجناح الأكثر متطرف في الحكومة الإسرائيلية. نعم. إذا كانت الأمور في إيده وهو يكون صاحب القرار الوحيد، ممكن إسرائيل كانت اليوم في حرب شامل في المنطقة. مع كل الدول الشرق الأوسط. نعم. في ناس يعني موجودين في المعارضة. لا يفهموا ما هي مفهوم استخدام القوة، ما هي الشروط التي تسمح لك أن تستخدم القوة، ما هي تداعيات استخدام القوة، ما هي العلاقات الدولية لازم تحافظ عليها إمتى ما أنت تدخل لأشياء من هذا النوع. هم يتكلموا كأنهم عايشين في مكان آخر ويسمحوا لنفسهم أن يتكلموا بهذه اللغة. هم غير مسؤولين عن هذا الموضوع، وإلهم قدرة سياسية قوية ويستخدموها لمصالحهم، ولكن في قرارات بالنسبة لتفعيل القوة واستخدامها ضد دول أخرى، هذا أمر ليس في إيدهم. كل الشكر لك سيد يوحنان صوريف، وضحت لنا الموقف الإسرائيلي، وكل الشكر لك كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية.